مثل كل يوم احد عم نكون على موعد مع اغنيه بنرجع نتذكرها سوا ونغنيها سوا. الاغنيه اللي اخترناها لليوم هي لك شوقه عندنا للفنانه منى مرعشلي. هالاغنيه من كلمات الشاعر محمد ماضي والحان فيصل المصري. سوا بنسمع لك شوقه عندنا. ايضا من محطاتنا الثابته مثل كل يوم احد اتصال مباشر مع الاعلاميه ورده قبل دقائق من برنامجها الاسبوع المجالس بالامانات. صباح الخير. اذا دقائق وبيجهز الاتصال. الو الو صباح الخير. صباح الخير، كيفك؟ كيف اليوم؟ الحمد لله. صباح النور يا اخبار الصباح. عناوين المجالس بالامانات والمتفرقات أرقام قياسية. الوزير عم بيميل كم مايل عم بيسجل الوزير باسيل من خلال كثافة رحلاته. الرفيق حنا غريب كم حبة سكر نبات عم يبلع لحفظ صوته للخطابات. وفي الأرقام القياسية فقهاء الدستور يفسرون، وفقهاء السياسة دفنوا الدستور في القبور. والعنوان الأخير
لا كري ولا بري وضع مهتري وبو صعب وحل نووي للقطاع التربوي. أما عنوان اللقاء مع النائب غازي يوسف فبكرة جلسة وبعد بكرة جلسة، ما هي تكلفة نكسة كل جلسة؟ المجالس بالأمانات 8:30 إذاعة الشرق. شكرا لاتصالك، لكن بنرجع بنذكر بالموعد على إذاعة الشرق الساعة 8:30. نرجع هلا بننتقل عند قليل لنشوف حركة السير. رح نروح على جولة سريعة على كاميراتنا المثبتة، البداية من جسر سليم سلام، طريق تقريبا فاضية، بنروح من بعدها على الزلقة، حركة سير خفيفة، من الزلقة لصيدا كمان المشهد بيتكرر لنهار هالأحد، جونية نفس الموضوع، كل رايحين على الشمال أكيد رح ينبسطوا إنه ما في عجقة، وخلدة السير سالك بكل الاتجاهات. على كل حال تفاصيل أكثر من غرفة التحكم للمرور للعاصمة بيروت مع المؤهل أول روبير زغبي. صباح الخير ويعطيك العافية. صباح النور، يعطيك العافية. أهلا وسهلا فيك. شو فيك تضيف على المشاهد اللي تابعناها مباشرة على الهواء؟ نعم، اليوم الأحد الحركة سير طبيعية وخفيفة من جوني باتجاه بيروت، كذلك على طريق البقاع باتجاه العاصمة وخلدي باتجاه بيروت الحركة كتير خفيفة وطبيعية، وأيضا داخل العاصمة الحركة بعد خجولة. بالنسبة لحوادث الليلة الماضية سجل عنا 6 حوادث ضمن المناطق، نجم عنهم قتيلين و6 جرحى. بدي أشير للأشغال، عنا اليوم أعمال صيانة للحواجز الحديدية على جسر الفياط من الساعة 7 للساعة 13. كمان عنا استمرار صيانة فواصل الجسور على أتراد الكوكودي، واليوم عنا تصوير فيديو كليب حول السرعة الزائدة حملة توعوية بمحلة المرفأ جورج حداد، بده يمنع المرور بهذا الشارع من الساعة 19 للساعة 23. نعم. كمان بدي أشير بمناسبة عيد قوى الأمن 153، في عنا احتفال يوم التنين وعرض عسكري بسكنة لواء الشهيد وسام الحسن بطبيه، هالشي بدي يؤدي لمنع وقوف السيارات ومرورها على الطريق البحرية لحين الانتهاء من الاحتفال من بين فندق الرويال وقصر المؤتمرات ابتداء من الساعة 4 فجرا من تاريخ التنين ب6 الشهر. نعم، هيدا مبدئيا كل شيء حتى الساعة. نعم، بس سؤال أخير، الكليب كان عم يتصور بمونو على منطقة المرفأ، بيخلص اليوم ولا بكرة كمان في تدابير خاصة؟ كمان مستمرة الأعمال التصوير. نعم، شكرا لك، يعطيك ألف عافية، أهلا وسهلا فيك. نحن بنذكركم أنه ضيفتنا لليوم هي الإعلامية ليليان أندراوس. رح نروح على فاصل ومن بعدها بنرجع لأخبار الصباح، خليكم معنا.